تعالوا احنا فكرنا نكون معاكم في التاسعة ونكون مع مشاهدينا، نحاول كده مع بعض ان احنا رغم كل الازمات اللي بنعيشها ورغم كل الضيق اللي بنشوفه لاهالينا قطاع غزة ورغم تفاعل المصريين ومصر كدولة حريصة معاهم طول الوقت، لكن بنحاول كمان ان احنا نخلق طاقة من النور وننزل بالكاميرا ونسمع ونشوف الناس هتقول ايه. نشوف التقرير ونرجع نكمل معكم فقرات اليوم في التاسعة. احسن حاجه حصلت لي في سنه 2023 الحمد لله ان انا رحت اعمل عمره، ان انا قدرت اطور من نفسي واغير من نفسي. اهم حاجه ان الواحد بس يكون صحته بالدنيا ويكون في الصحه، دي اهم حاجه. بس اللي احنا لسه الطبع المصري لسه فينا، ان انا قدرت اغير حاجات كتير كانت في شخصيتي ما كانتش عاجباني. اتعرفت على ناس جديده عوضوني يعني عن ناس قديمه احسن بكتير. يعني هو على الصعيد العالمي أنا بتمنى الاستقرار والهدوء والسلام طبعاً. أمنيتي في السنة الجديدة إن حال الناس تتصلح أكتر. يرجعنا سنة أحسن من اللي فاتت ويقدم لنا فيها كل خير بإذن الله. إن أنا أسافر السعودية وأعمل حج وأتجوز. إن أنا أنجح أتخرج من الكلية وأنجح بصراحة. أمنيتي في 2024 إن أنا أنجح في الثانوية العامة وأجيب مجموع عالي. الواحد بيتمنى إن إحنا كعرب وإحنا كشعوب نتحد يعني ونقف وسط اللي بيحصل ده، لأن السكوت مكتوف الأيدي ده حاجة وحشة جداً.